سوري يا سكينة، ما تزعليش، الله الأكل الواحد جعان. بس حطي نفسك مكاني، يعني أنا أي حاجة عملتها ما تجيش نقطة جنب التهم اللي هما بيتهمها لي لمجرد إن أنت معايا. حق الله، أنت بقك ما غلطش، بس ما نار أخرى بريئة برضه، ما عملتش حاجة. بس يعني أنت مش مجبورة يعني تشيلي شيلتي. أقول لك يا بنت الناس، أنت من سكة وأنا من سكة. أكيد يعني مش هسيبك لوحدك. بقول لك إيه، مش مرتاحة لتوفيق وبناته دول. عندي إحساس كده إن هما ممكن يبلغوا عننا. إيه؟ عم توفيق لا يمكن يعمل كده. الهبل ده. وبعدين ده عياله متربين أحسن تربية. إحنا عندنا بنات يا أختي بيبقوا تحت طوع أبوهم حتى لو عضم في قفه، مش زي البنات السكيميكي. سكيميكي. بصي، أنا فكرت لقيت إن أحسن حاجة إن إحنا ما نستناش لحد ما البوليس يجي ويقبض علينا ويتهمونا بقى بكل التهم اللي هم عايزينها. لا، نروح نسلم نفسنا. انتي طول ما انتي بتقولي بوليس دي هيجوا يقبضوا علينا وهيعلقونا في حبل المشنقة. اسمه بوليس يا اختي، اسمه بوليس عادي. طيب احنا نروح للبوليس ونقول له يا بوليس احنا ما عملناش حاجه، ونشرح له موقفنا، هو اكيد هيتفهموا ده ويطلعونا براءه. يا اختي كفايه هبده بقى، ده احنا لو رحنا برجلنا هيحطوا علينا ومش هنشوف اسفلت تاني. مسكينه، صدقيني انا لما كنت مخططه اني اهرب ما كنتش فاكره ان الموضوع هيمشي كده خالص. وبعدين اكيد مش من الذكاء ابدا الواحد يهرب من حاجه صغيره فيلبس مصيبه كبيره. صح؟ لا مش صح. بقول لك ايه، انا فاهمه في الليله دي كويس اكتر منك. ليه فاهمه فيها ليه بقى؟ بأمرت ايه يعني؟ اسمعي بس يا سكين، انا عندي فلوس كتير قوي وهجيب لك محاميين كبار جدا، واكيد هيطلعوكي براء لان انت فعلا ما عملتيش حاجه. واذا كان يا ستي على التوصيله اللي انت وصلتيها دي اخرها يعني هتاخدي قد ايه؟ 3 شهور. الله، طب ما تطلعش فاهمه اهو، امال عامله فيها هلهطه ليه؟ انا عامله هلهطه؟ ان شاء الله يسامحك. انت كهينه يا بنت باين عليكي. اسمعي بس يا سكينه، عايزه تفضلي عمرك كله هربانه من حاجه انت ما عملتيهاش؟ طب ناكل عشان انا دماغي منمله، وبعدين نفكر. فكرتي؟ اكل اكل الاول. انا مش عارفه انا بايع دماغي ومطوعاكي في الجنان ده ليه؟ عشان انت مخدومه بريئه وما عملتيش حاجه. بعدين هو ده بقى الصح، حاسه ان انا عامله زي البهيمه اللي سايقينها على المذبح مش عارفه حتى اترفس. ماشي، بكره لما نطلع برا احنا الاثنين هتيجي لحد عندي في البيت وتشكريني، ساعتها بقى انا ممكن اساعدك. بس انا ممكن اشوفك شغل عندي في الشركه واحط لك مرتب كبير جدا عشان تعرفي ان انا مش وحشه يا سكي. ما تكفي نفسك يا اختي، مش هتعملي عليا شخصيه. انا غلطانه. عارفه يا بنت المثل اللي بيقول يا ما في الحبس مظاليم؟ ايوه طبعا. انا حاسه بقى ان انا وانت هنبقى المظالم دول، ونقضي طول عمرنا في زنزانه واحده، افضل انفخ فيكي صبح وليل على المصيبه اللي انت زقانه عليها دي يا رني. بطلي تشاؤم بقى يا سكينه، بطلي. المبلغات اللي عايزين الاسم. عايزه يا اختي الاسم؟ لا، اساليها على ايه؟ احنا يلا. انا مش قادره اقوم، ما انا راجل مش شايلاني، انا بكره الحبس يا رني. احنا مش هنحبس يا سكينه، احنا هنطلع براءه. بس يلا يا ست، انتوا عايزين نشوف اكل عيشنا، مش فاضيين لكم احنا. انزلوا هتعدوا الشارع الناحيه الثانيه هتلاقوا الاسم في الشغل. قومي يا عم، يلا قومي يلا. ايه ده اللي بتعمليه ده؟ شم اخر شويه هوا من بتاع ربنا. انت كده بتشم الهوا؟ انت كده بتمثلي فيلم تايتانيك. وبعدين ايه الاوفر ده؟ ما الهوا جوه برضه بتاع ربنا. سكينه، انت بقيتي اوفر قوي. استغفر الله العظيم يا رب، منك لله يا ريجا، الله يرحمك يا اخي. يلا بقى يلا. ايه ده اللي بتعمليه؟ مش بقى اوقفي 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 بسرعه. دي صاحبتي رانيا. ايه صاحبتي؟ ايه مفيش صاحبتي دلوقتي؟ امسكيها. بقول لك ممكن تساعدنا يا حماره. رانيا جانا. ايه ده، انا ما عرفتكيش، شكلك بقبيه قوي. رانيا انت بجد عملتي الجريمه البشعه دي؟ لا، باباكي وبعدين دخلتي مستشفى المجانين؟ بعدين ضميتي الجماعة إرهابية وهربتي. هم دول يا موكوسة اللي بتقولي أصحابك؟ يا جنى لا، أنا ما عملتش كده، أنا هثبت براءتي وهرجع تاني زي ما كنت. هاي جايز. أنتِ بتعملي إيه؟ أنتِ مجنونة؟ أنتِ بتعملي إيه؟ يا جماعة إحنا مع أخطر مجرمة في مصر ناو. رانيا يسري السنهوري ومعاها البنت المجرمة اللي بتنزل معاها في الصور في كل حتة. بصة أنتِ مجنونة؟ سيبي صحة يا حيوان. أنا حيوان يا مجرمة. يا مجرمة يا معاها في كل حتة. يا مجرمة يا حقارة. يا جماعة الحقونا الحقونا. اه يا جماعة، اعملي اعملي اعملي. بصي
ايه ده؟ ايه ده؟ اللهم صل على النبي، الحياة بتسراني. ممكن تبطلي لعب وتسيبي كل حاجة مكانها؟ ايه ده؟ وموبايل؟ ده ابو ثلاث كاميرات، ده عامل له رقم. الموبايل ده ممكن يتقبض علينا من طريقه. يخرب بيتك، ما يتباع قطع غيار، ده الواد عربي يصرفوا لنا هوا. بقول لك رجعي كل حاجة مكانها. أنا مش كمان أنا بقى حرامية ونسرق. مش قادرة أصدق إن أنا عملت كده في جنة. مش قادرة أصدق. عمرها. دي كانت أقرب صحبة ليا. أجلها يا أختي. وبعدين لما أقرب واحدة ليكي بالرخص ده. التانيين كانوا عاملوا إيه فيك؟ مش عارفة. أنا عمري ما أذيت حد. ما أعرفش هما اللي بيعملوا معايا كده. خلاص يا أختي بقى، ما تشيلش في نفسك. 12500 وبعدين انت كنت قصدك تسويها بالاسفلت يا رانيا. انا ما اعرفش ازاي سمعت كلامك وسرقت عربيه صاحبتي وكمان دوستها بيها. بس بقى لخبطتيني. 12500 والله العظيم انا اللي ما كنت عارفه اسمع كلامك ازاي واطوعك في اللي انت كنت عايزه كان اعمله واسلم نفسي. ادب. بصي الله اكبر الله اكبر. الفلوس دي هتروقنا حبة حلوين الحمد لله يا رب. فلوس اللي بتفكري فيها واحنا في المصيبة دي؟ ده ربنا نجدنا بموت البت دي ويرزقنا من حيث لا نحتسب اهو. هو انت اللي كل شوية تقولي ماتت ده يمكن لسه عايشة. ليه يا اختي ما سمعتيش رزقتها في العربية ولا هبدتها في الارض؟ دي ماتت وشبعت موت. انا عمري ما اسمح نفسي لو جرى جرى لها حاجة. انا هرجع انقذها. ترجعي فين؟ انت لو رجعت يا بالله رحمك ويرحمها. لا طبعا انا لو رجعت وانقذتها وودتها المستشفى الحكم هيبقى مخفف. وايه اللي هيخففها في امتص الزكاوه؟ لان في فرق كبير قوي بين لما حد يخبط حد ويسيبه مرمي في الشارع او يوديه المستشفى. انا بفهم قانون على فكره، مش حماره. الكلام ده لو انت خبطتها من غير قصد، لكن انت دهسها بالعربيه وسرقه عربيتها وهربانه بيها واصلا هربانه من الحكومه. لا انا هرجع انقذها وارجع لها عربيتها وارجع لها فلوسها وكل حاجه. مفيش رجوع. لا بقولك انا راجعه، انا مش هسمع كلامك تاني. مفيش رجوع، انا تعكيت معاك وقتيله لسه بشوكها، ولو كان ينفع نسلم نفسنا الاول خلاص دلوقتي بح. يا حماره انا بحاول انقذك، انت تفكيرك محدود، انت مش فاهمه حاجه. كانت الحلوه نفعت نفسها. على فكره انا سمعت صاحبتك العويله بتقول ان انت قتلتي ابوكي. هو انت قتلت ابوكي فعلا؟ لو انت ارهابيه يبقى انا قتلته. انا كده قريت انت هربانه من ايه؟ انت مش هربانه من مستشفى المجانين يا بنت، انت هربانه من حبل المشنقه. انا عارفه ان انت ما عملتيش النصيبه دي مش عشان انت ملاك بجناحات، عشان انت عيله خايبه. فبلاش يا اختي بقى فتحه الصدر دي ويلا بينا من هنا. ايوه بس انا دلوقتي قتلت صاحبتي. طب خلاص خلاص بقى، ما يمكن ما ماتتش يا رانيا. يمكن قلت انها ماتت. هي كانت خبطه خفيفه مش تقيله قوي وزمانهم لحقوها ان شاء الله اتفق لي خير بقى. يلا بينا. لا العربية دي لحد هنا وكفاية قوي، أكتر من كده ممكن يتقبض علينا بسببها. انزلي. أنزل إيه؟ ما إحنا قاعدين مرتاحين ومترستقين أهو. انزلي يا رصاص شوفت بجد غبية غبية. بس أنت فاكراني مش فاهمة ليه أنت بتشتميني بالإنجليزي؟ أنا معايا لغاية تانية إعدادي واخدة إنجليزي من رابعة. انزلي انزلي.